أجمل عبارة أستطيع أن أشرح بها علاقة المسيح مع تلاميذه هي ما ورد في إنجيل يوحنا إصحاح 13: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. دي ملخص علاقة المسيح بتلاميذه، بل ربما أيضا تنطبق عن كل الذين يتبعون المسيح في كل جيل من الأجيال ويعتبرون أيضا خاصته. في الأول الكتاب بيقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فربنا أحب العالم كله، ولكن هنا بيقول أحب خاصته الذين في العالم. دي تخصيص أكتر. وبعدين نلاقي إن المسيح في محبته هذه حتى للاثني عشر كان في ثلاثة دايما ياخدهم وليهم وضع خاص أكتر، اللي هم يعقوب وبطرس ويوحنا، اللي قال عنهم بولس إنهم أعمدة في الكنيسة. وبعدين نلاقي في تخصيص أكتر عن يوحنا اللي قيل عنه في الكتاب: التلميذ الذي كان يسوع يحب وكان يتكئ في صدره ويسمع دقات قلبه، وهو الذي توسط بطرس إليه وقال له: قل له مين اللي هيسلمك. أهو ناس كتير بيتكلموا عن بطرس وعظمة بطرس ومكانة بطرس، لكن بطرس هذا توسط لدى أو طلب وساطة يوحنا علشان يوحنا يقول للمسيح مين هيسلمك. إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. عشان كده الرسل ليهم مكانة كبيرة جدا في الكنيسة. أنا ساعات بستغرب خالص لما لاقي الناس قليل لما يسموا كنيسة بأسماء الرسل أو باسم واحد منهم. أهو ماري جرجس له كنايس كتيرة جدا باسمه، والملك مخيل له كنايس كتيرة جدا باسمه، وماري مينا وأنبابشوي وبنوب وكتير قوي. مين اللي بيسمي بأسماء الرسل؟ الذين أحبهم المسيح حتى المنتهى، واللي غسل أرجلهم. هؤلاء الرسل الذين اختارهم المسيح من كل سكان الأرض وقال لهم: لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. هؤلاء الرسل الذين قال لهم المسيح: لا أدعوكم بعد عبيدا بل أحباء. بل إيه؟ أحباء. بل أكثر من هذا، سماهم إخوته وقال لمريم المجدلية: اذهبي وقولي لإخوتي إني صاعد إلى أبي وأبيكم. ومرة قبل كده قال: اذهبي وقولي لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني. يمضوا إلى الجليل هناك يرونني، دي موجودة في متى 28،
واذهبي قولي لإخوتي إني صاعد إلى أبي وأبيكم في يوحنا 20:17. فسماهم إخوته. وفي عبرانيين 2 قال لم يستحي أن يدعوهم إخوته. فدول أحباء الرب وأخوته والذين أحبهم حتى المنتهى والذين ائتمنهم على نشر المسيحية في العالم كله، لدرجة أن البعض بيحكي قصة، جايز قصة خيالية يعني، بيقول أن المسيح لما صعد للسماء قابله الملائكة وقالوا له يا رب هل نشرت الإيمان في العالم كله؟ قال لهم لا. قالوا له هل نشرت طيب في اليهودية؟ قال لهم لا. في أورشليم؟ قال لهم لا. قالوا له امال ايه اللي عملته؟ قال لهم انا اخترت 12 واحد وعلمتهم كل شيء وسلمتهم الإيمان لكي ينشروه. وطبعا زيادة على 12 السبعين. دول الذين ائتمنهم الرب على الرسالة واختارهم من العالم كله. العجيب ان ربنا لما اختارهم اختارهم من نوعيات متعددة، نوعيات من ناحية الوظيفة ونوعيات من ناحية النفسية. فيهم المندفع اللي يتكلم بسرعة ولو يغلط، وياما غلط زي بطرس، سمعان بطرس. وفيهم الشكاك اللي زي توما. وفيهم المحب الهادئ اللي يتكئ على صدره زي يوحنا. وفيهم اللي يحب يسأل ويتأكد زي فيلبس اللي يقول له أرينا الآب وكفانا. بل فيهم حتى الخاين زي يهوذا. واختار منهم صيادين ومنهم عشار زي متى اللي كان اسمه لاوي. وناس شداد وجامدين سماهم ابني الرعد زي يعقوب ويوحنا، بس غيرهم في السكة. نوعيات. العجيب ان المسيح قيل في كورنثوس انه اختار جهال العالم ليخزي بهم الاقوياء، اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الاقوياء، واختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء. طب وليه يا رب اخترت جهال العالم؟ دي كلمة عايز اقولها لكم كده تفهموها على رواق. كتير قوي من الناس الحكماء في اعين انفسهم بيكونوا سبب مشاكل، لكن جهال العالم دول اللي ياخدوه من ربنا هم اللي يوصلوه. يمكن اكتر ما يتعبنا في الكنيسة الناس الذين يعتمدون على ذكائهم الخاص وفكرهم الخاص، واللي يكونوا حكماء في اعين انفسهم، وكل رأي يجي عند الواحد يحوله الى عقيدة وينشرها. لكن جهال العالم دول لا يعتمدون على فكرهم الخاص. آية لطيفة جدا موجودة في سفر الامثال، امثال 3:5، بيقول وعلى فكرك لا تعتمد. الكتاب بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك. لا تكن حكيما في عيني نفسك. الرسل دول ما كانوش حكماء في اعين انفسهم، كانوا عارفين انهم بسطاء وغلابة وجهلة وصيادين، غالبيتهم كانوا صيادين.
لذلك اللي أخدوه من المسيح هو اللي ادوه للناس. كلمة لطيفة قالها لهم السيد المسيح لما عهد إليهم بالتعليم، قال لهم إيه؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. طب كويس، نتلمذهم إزاي؟ تتلمذوهم وتعمدوهم. طب ونتلمذهم إزاي؟ يقول وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. وعلموهم جميع ما أوصيتكم به، يعني اللي أخذتوه مني هو اللي تدوه لهم. لا تعطوا تعليما من ذواتكم، من فكركم الخاص، من قراءاتكم الغريبة، من ذكائكم، لا، علموهم جميع ما أوصيتكم به. حتى الرجل العالم وسط التلاميذ اللي له علم سابق وما كانش من الاثناشر لكن أضيف إليهم، وهو بولس الرسول شاول الطرسوسي، الراجل علشان يفلت من هذا الموضوع قال كلمة حلوة خالص. قال إيه في كورنثوس الأولى 11؟ قال تسلمت من الرب ما سلمتكم. تسلمت من الرب ما سلمتكم. الحاجة اللي أخدتها من ربنا هي اللي سلمتها ليكم. وهذا المنهج مشاه مع تلاميذه، فقال لتيموساوس ما تعلمت مني بشهود كثيرين سلمه لأناس أمناء، والأمناء دول يسلموه لناس تانيين برضو أمناء زيهم، علشان العقيدة تمشي من جيل إلى جيل. المسيح بيدي الرسل، والرسل يدوا تلاميذهم، وتلاميذهم يدوا لتلاميذهم، إلى أن يصل إلينا فكر المسيح نفسه، كما قال بولس الرسول أما نحن فلنا فكر المسيح. مساكين الناس اللي فكرهم الخاص يعلموه للآخرين. هو ده السبب في أنه وجدت طوائف كثيرة في المسيحية، الفكر الخاص، الفهم الخاص، البعيد عن التسليم الرسولي الذي توارثناه من جيل إلى جيل. بنسميه التسليم الرسولي، اتسلموهم المسيح وسلموه ليه. هؤلاء أخذهم المسيح حتى في ضعفهم، لكي لا يفتخر أحد بنفسه. إن افتخرنا فلنفتخر بالرب. كل واحد فيهم عارف ضعفاته، وبولس الرسول سجل دي وقال إن دي أواني خزفية لكي يكون فضل القوة لله وليس لنا، عشان ما فيش حد يفتخر بنفسه. الكل كانوا ضعفاء من ضعفاء العالم ومن جهال العالم. وبدأ السيد المسيح يعلمهم. احنا مبسوطين من الإيمان الرسولي. ليه الإيمان الرسولي؟ الإيمان الرسولي هو الإيمان اللي أخذوه من ربنا مباشرة أكتر من 3 سنوات قاعدين مع المسيح. أكتر من 3 سنوات. في إنسان بيخش في الخدمة لمجرد فصل إعداد خدمة بتاع شهر ولا شهرين، لكن دول 3 سنوات مع المسيح. 3 سنوات يسمعون كلام المسيح بكل عمقه وكل معرفته وكل تأثيره وكل روحانيته. وأيضا يسمعون التعليم العام، ولهم كذلك تعليم خاص، جلسات خاصة للمسيح معهم غير التعليم العام، ويرون أسلوب المسيح
في روحياته الخاصة، اسلوب تخاطبه، اسلوب تعامله مع الاخرين، ازاي بيرد، ازاي بيعامل الاحباء، ازاي بيعامل المقاومين، ازاي بيقنع، ازاي بينشر الفكر والتعليم، ازاي بيحب الناس، ازاي بيشفق على التعابة وعلى المحرجين، ازاي بيعامل المتكبرين والمرائين، بياخدوا التعليم من فمه والقدوة من حياته، بالإضافة إلى أنهم شهاد لكل معجزاته التي عملها على الأرض. ومش بس كده، وإنما المسيح أرسلهم في دورات تدريبية علشان يتعلموا. نصائح موجودة في متى إصحاح 10 في إرسال الاثني عشر، وفي لوقا إصحاح 10 في إرسال 70، نصحهم كيف يخدمون. دول أخذوا تعليم مركز. إحنا بنفرح إن إحنا كنيسة رسولية أسسها الرسل، لأن التعليم الرسولي هو اللي أسست عليه الكنيسة. للأسف كلام كتير قاله السيد المسيح للتلاميذ في أعداد خاصة لم يكتبوه في أناجيل ولا في رسائل. يعني 40 يوم اللي قضاها معاهم بعد القيامة يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله ما كتبوهاش، وشرحوا ليهم عن زي ما بيقول في لوقا 24 انه بدأ يفسر ليهم ما وجد عنه في الكتب من موسى والانبياء والمزامير، ايه الحاجات المختصة به، برضو ما كتبوهاش. لكن احنا على الرغم من كلمة للأسف دي نحاول نوضب الامور بتوضيب كويس. ازاي؟ الامور التي اخذها الرسل من المسيح شفاها ولم يكتبوها دي دخلت في حياة الكنيسة، تحولت الى حياة الكنيسة، ودخلت في التقاليد التي وصلت الينا، وصلت الينا في حياة الكنيسة. يعني المسيح مثلا علمهم الأسرار المقدسة، الأسرار المقدسة ما كتبوهاش، لكن عاشوا بها في الكنيسة ووصلت إلينا كحياة، حياة الكنيسة، فلم تفقد، لم تكتب لكن لم تفقد، وجدت في حياة الكنيسة. زي ما الرسول يوحنا يقول لهم عندي كلام كثير لأقوله لكم، لكن لا أريد أن أنا أكتب على ورق وبقلم، لكن أريد أن أكلمكم عليه فما لفم، زي ما ورد في آخر رسالته الثانية والثالثة. أهو الكلام اللي قاله لهم فم لفم دي ترتيبات معينة عاشت بها الكنيسة ووصلت إلينا كحياة، عشنا بها وما زلنا نعيش بها. عشان كده قال لهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. هو أوصاهم وأخذنا الحاجات دي بالتعليم، مش ضروري بالكتابة، مش ضروري في أناجيل أو في رسائل. كان بيعلمهم وكان بيشرح لهم، والتلاميذ كانوا متضعين في قبول التعليم. يعني السيد المسيح يقول مثل الزوان والحنطة مثلا في متى 13،
يجوا التلاميذ بعد كده يقولوا له فسر لنا هذا المثل، يفسره لهم، يعني مش بياخدوا الكلام وبس، بيطلبوا الشرح. ده من اعجب الاشياء في اتضاع التلاميذ في التعليم، ليس بس السؤال، انما حاجة عجيبة جدا تلاقيها مثلا في لوقا 11 آية 1 يقولوا له ايه؟ قالوا له يا رب علمنا ان نصلي. علمنا ان نصلي؟ هو حد في الدنيا ما بيصليش؟ ده حتى الوثنيين بيصلوا، وقبل كده لما كانوا في اليهودية كانوا بيصلوا، لكن من تواضع التلاميذ يقولوا له علمنا يا رب ان نصلي. احنا ما نعرفش الصلاة كيف تكون، ناخدت منك انت تشرح لنا كيف تصلي. فقال لهم متى صليتم؟ فقولوا أبانا الذي في السماوات، اللي موجودة في إنجيل متى في العزة الجبل، علمنا أن نصلي. فأخذوا تعليم خصوصي، واجتمعت عندهم ثروة كبيرة جدا من العلم ومن المعرفة. دول آباءنا الرسل. واحيانا كان بياخد البعض منهم ويقول لهم تعليم خاص. من اكثر الاناجيل اللي فيها تعليم للتلاميذ انجيل يوحنا، يعني قعد معاهم مثلا من يوحنا 13 و14 و15 و16 كله حديث مع الرسل الاثني عشر، ما عدا الجزء اللي خرج منه يهوذا وبقى بقيه الحديث مع ال11، وخصوصا حديثه عن الروح القدس. المسيح كان يحب التلاميذ وكان يدافع عنهم، يعني الكتبة والفريسيين في الاول ما ابتدوش يهاجموا المسيح مباشرة، كانوا بيهاجموا تلاميذه، والمسيح دافع عن تلاميذه وبعدين بدأوا يهاجموا المسيح نفسه. زي ايه مثلا؟ زي قالوا له لماذا تلاميذك لا يصومون بينما تلاميذ يوحنا بيصوموا؟ قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، لكن يأتي وقت حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. هما ما دفعوش عن نفسهم، اللي دافع عنهم المسيح. وزي مرة قالوا للمسيح لماذا تلاميذك بيأكلوا بأيدي نجسة، اي غير مغسولة؟ فقعد السيد المسيح يشرح ليهم ايه النجاسة، يعني النجاسة، وقال ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم، الكلام البطال هو اللي ينجس الانسان. ومرة تالتة قالوا له ليه تلاميذك بيقطفوا السنابل في يوم سبت؟ فرد عليهم برضو ودافع عنهم وشرح لهم روحانية السبت. فالسيد المسيح كان بيدافع عن تلاميذه ضد اي انتقاد يوجه ليهم. السيد المسيح ايضا كان صريحا مع تلاميذه، يعني مش ضمهم اليه هتنبسطوا على الاخر ابدا، ده قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق، قال لهم ستكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي، قال لهم سيسلمونكم إلى ولاة وإلى حكام وإلى قضاة، لكن ما تخافوش ستعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. قال لهم عبارة عجيبة جدا وبرضو ما خوفتهمش، قال لهم ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، في يوحنا 16:1 تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله
وبعض الترجمات يقول يقدم قربان لله. فالمسيح كلمهم بصراحة كاملة، قال لهم إن كان العالم قد أبغضني هيبغضكم، يبغضكم طبعا لأنه أغضبني قبلكم. إن كان فعلوا كده بالغصن الرطب فكان بالأولى الباقيين. التلاميذ كل هذه الأشياء لم تخفهم إطلاقا. ليه بقى؟ لأن المسيح كان صريحا معهم في المتاعب اللي تجيهم، وكان صريحا معهم أيضا في الوعود. هيعملوا معاكم كل ده، ولكن ثقوا ولا شعرة واحدة من رؤوسكم هتسقط بدون أبيكم. ده أنا ناقشتكم على كفي. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أنا لا أترككم يتامى. إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة منكم باسمي فهناك أكون في وسطهم. يبقى السيد المسيح كلمهم بصراحة، قال لهم على التعب الموجود وقال لهم على المعونة الموجودة. التعب نصف الحقيقة والمعونة الإلهية هي النصف الآخر. لذلك التلاميذ لم يخافوا، اترموا في سجون ما خافوش، جلدوا ما خافوش، بيقول بل خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. قالوا لهم اوعوا تتكلموا بهذا الاسم، قال لهم أبدا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. نحن لا نستطيع أن احنا نسكت ولا نتكلم. ايه الجبروت ده؟ أدهم قوة. المسيح قال لهم أنا سأرسلكم كغنم في وسط ذئاب. طب وبعدين نبقى ضعنا؟ قال لهم لا ما تخافوش، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا. أنا هديكم قوة تشتغلوا بيها. طب وكغنم وسط ذئاب نعمل ايه؟ ستحولون الذئاب إلى حملان ولا تؤذيكم. ده ايه الجبروت ده؟ هؤلاء التلاميذ كما احبهم الرب احبوه ايضا. مش بس يوحنا احبه كان بيتكئ على صدره، ولا بطرس احبه ونزع السيف وراح ضرب ودن العبد وقال له ها، قال له لا لا دي مش طريقتنا ما تخافش. ده قالوا له يا رب تركنا كل شيء وتبعناك. ولما اتكلم عن التناول من جسده ودمه البعض ما تعبوا من الكلام ده في يوحنا 6 ومشي ورجعوا الوراء، المسيح قال لهم عايزين ترجعوا انت الاخرين؟ قالوا له الى من نمضي وكلام الحياة الابدية هي عندك. دول تركوا كل شيء وتبعوه. المسيح احبهم حتى المنتهى وهم احبوه حتى المنتهى. اول ما دعاهم سابوا البيت وسابوا الزوجة وسابوا الاولاد وسابوا كل حاجة وقالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. قال لهم عشان كده برضو انا لما اجلس على عرشي هتجلسوا على اثني عرش حواليا وتدينوا اسباط اسرائيل الاثني عشر. احبوه حتى المنتهى. تبعوه وهم لا يعرفون الى اين يمضوا. انا اي واحد تبع المسيح تقول له رايح فين يقول لك مش عارف. طب انتوا بتشتغلوا فين يقول لك مش عارف. مش عارف ازاي؟ اهو المسيح بيقول في المدن والقرى واحنا وراه. طب وده المسيح له مركز خدمة؟ لا مرهوش. له لقب في المجتمع؟ ملهوش. ليه مكان إقامة؟ أبدا ليس له أين يسند رأسه. أمال أنتوا ماشيين ورا مين؟ ماشيين وراه. منين ما يمشي إحنا وراه، في المجهول وراه. عشان كده المسيح
قال لهم انا منساش ابدا انكم مشيتوا ورايا، مش ممكن. انتم اللي تبعتوني ولم تتخلوا عني. مشي وراه واحبوه، وفي سبيله احتملوا كل الاهانات، لم يعرض عليهم مناصب ولم يعطهم مالا في خدمتهم. قال لهم على العكس، لا تحملوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، مفيش حاجة خالص، تمشوا كده، ولا حتى عصا تدفعوا بها عن نفسكم، تخرجوا كده من غير حاجة. لم يعدهم بشيء، لكن هم مشوا وراه وتابعوه وتعرضوا للمحاكمات من اجله، ووقفوا امام ولاه من اجله، وغالبيتهم استشهدوا. يعني الرسل الاثني عشر وطبعا متياس بدل يهوذا كلهم استشهدوا ما عدا يوحنا الحبيب، وذاق عذابات مريرة جدا اكتر من الاستشهاد. يعني كلهم عاشوا. كان المسيح معاهم باستمرار في اثناء فترة تجسده على الارض، وبعد قيامته قضى معهم 40 يوم، ثم صعد الى السماء. بعد صعوده الى السماء لا نسمع عن ظهوره الا الاثنين، يوحنا الحبيب في جزيرة بطمس لما ظهر ليه وضع، والتاني خاف وقال له انا الالف والياء البداية والنهاية الى اخره. وبولس الرسول شاول الطرسوسي مرة ظهر له في الطريق الى دمشق ودعاه لكي يكون اناء مختارا، ومرة قال له ها انا ارسلك بعيدا الى الامم، ومرة قال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. لكن بالنسبة للكل أعطاهم الروح القدس لكي يكون معهم ويعزيهم ويقويهم، ومنح الرسل السلطان، منحهم سلطان الكهنوت حينما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت، زي ما ورد في يوحنا 20:22 و23. اعطاهم الكهنوت واعطاهم سلطة التعليم وسلطة التعميد، وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. هذا الامر لم يعطه لجميع الناس، انما لرسله ولخلفاء الرسل ووكلاء السرائر الالهية. واعطاهم ايضا المواهب والمعجزات، ليس فقط التكلم بألسنة، وانما ايضا شفاء الامراض واخراج الشياطين، حتى من البعثة الإرسالية الأولى في متى 10. قال لهم اشفوا مرضى، أقيموا موتى، طهروا برصا، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. أعطاهم مواهب الشفاء وإخراج الشياطين، وأعطاهم صنع المعجزات، وأعطاهم كرامة عجيبة، وقال لهم الأعمال التي أنا أعملها تعملونها أنتم وأعظم منها. إيه يا رب الحب العجيب ده؟ دول وكلاء السرائر الإلهية، عن طريق هؤلاء
تنتشر المسيحية في العالم أجمع. وفعلا وجدنا ان المسيحية مسافة نصف قرن من الزمان او اقل انتشرت من اورشليم الى كل اليهودية، الى السامرة، الى انطاكيا، الى قبرص، الى اسيا الصغرى، الى بلاد اليونان، الى ايطاليا، الى اسبانيا، وانحدرت جنوبا الى ليبيا والى مصر، وامتدت شرقا الى العراق والى الهند. وجدنا العالم كله امتلأ تعليما وإيمانا من هؤلاء الرسل الاثني عشر. مين اللي يقدر يملأ الإيمان في كل هذه البلاد إلا قوة عجيبة مثل هؤلاء الناس؟ قوة أخذوها من الروح القدس، وقوة آيات وعجائب، لدرجة إن قيل إن ملكوت الله قد أتى بقوة، وقيل إن بقوة عظيمة. كان الرسل يؤدون الشهادة لقيامة المسيح، ونعمة على الجميع، قوة ونعمة. هم دول الرسل اللي كانوا مختبئين في العلية، لكن السيد المسيح أعطاهم قوة عجيبة لأنه كان قد أحبهم حتى المنتهى، وهم أيضا أحبوه حتى المنتهى. وكان لما يلاقي تجربة جايلهم يعدهم ليها قبلها، يعني تجربة الصليب اللي ممكن تهز الكل. اداهم فكرة عن الموضوع وقال لهم ابن الانسان هيسلم لأيدي الخطاة ويصلب ويموت ويقوم. اداهم فكرة قبلها وقال لهم ما تخافوش، انا سأراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. وقال لهم قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. وعمل معجزات قبل كده زي شفاء المولود أعمى وزي إقامة لعازر، كل دي لكي يعطيهم قوة. وقعد معاهم في يوم خميس العهد وكلمهم كلام كتير لكي يقويهم ويعزيهم، وغسل أرجلهم وقال لهم أنا هديكم الروح القدس، وقال لهم ما تخافوش وأنا معكم، كل عزاهم وقواهم. وقال لهم انا ماضي لاعد لكم مكانا، وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. ادي من اعظم الاشياء اللي احب بها المسيح تلاميذه، مش بس انا معاكم على الارض، انا ماضي لاعد لكم مكانا وحيث اكون انا تكونون أنتم أيضا. وفي مناجاته الكبيرة لله الآب في يوحنا 17 قال له أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. هذا اللي احنا عايزينه من المسيح كخاصة ليه، إن حيث يكون هو نكون نحن أيضا. وقال له الذين أعطيتني حفظتهم في اسمك، وقال له علمتهم كلامك، الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم. وقال له إيه تاني؟ عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. آدي محبة المسيح لتلاميذه، عرفتهم اسمك وسأعرفهم لكي يكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا أيضا فيهم. هي دي المحبة اللي المسيح أحب بها تلاميذه، والمحبة التي نريدها أن تكون موجودة بين كل خادم ومخدوميه وبين كل راعي ورعيته. تحبهم حتى المنتهى، وتحبهم كما أحبك الآب، كما أحببتني أحببتهم. مين يقدر يقول الكلام ده؟ ده حب ربنا لا نهائي. يقول له كما أحببتني أحببتهم وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. اتفضل صلى
ربنا موجود.